سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما أنزل الله في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سبيلا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون فيقوله متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إن العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فنذير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا وفي ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد
ولا أنا عبد ما عبدت ولا أنت العابدون ما أعبد لكم دينكم ودي دين لله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بالله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يكن له كفوا الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ بالناس ملك الناس يا الذي يبعث في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين كتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وسلم عليه اللهم صل على سيدنا ومولانا صاحب السعادة والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والبراء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش باللوح والقلم سيد العرب والعجم جسمه مقدس
معطر مطهر منفر في البيت والحرم شمس الدهى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف البرام الصباح